العميد طارق محمد عبد الله صالح والحكومة لتحسين الوضع في مديريات حيس والخوقة والمناطق المحررة من مديرية التحيتة جنوب المحافظة. وتعهد بيري في تصريح للجمهورية ببذل كافة الجهود لتعزيز مسار السلام، مؤكدا أن البعثة تود القدوم والعمل في المناطق المحررة. وأشار إلى أن أنمها لا تعمل في المجال الإنساني، لكنها تعطي صورة للعاملين فيه بما يخص الأوضاع الإنسانية، لا سيما في التحيتة وحيس. هنا في زيارتي الثانية إلى الخوخة، وهو شيء جميل أن أكون هنا بينكم في الخوخة. أود من خلال هذا المنبر أن أقدم تحياتي إلى كافة الناس الموجودين هنا في الخوخة. أود أن أبين أيضا بأننا نود القدوم والعمل، وهذا يكون ضمن مهام لجنة تنسيق عادة الانتشار، ونحن نعمل مع سلطات الحكومة اليمنية الموقرة ومع معالي السيد النائب طارق صالح من أجل تحسين الوضع. أود أن أبين أيضا بأننا لسنا بعاملين في مجال إنساني، لكننا نعطي صورة للعاملين في المجال الإنساني فيما يخص الوضع الإنساني في كل من التحيتة وحيس. وسوف ترون من الآن فصاعدا سياراتنا البيضاء ذات العلم الأزرق تجوب في الشوارع، لذلك أرحب رجاء بموظفينا، وهذا هو مرحلة لبناء ثقة جديدة معكم، وأأمل من خلال ذلك أن يفضي إلى مرحلة إيجابية، وسوف نعمل جل جهدنا من أجل تعزيز مسار السلام للسكان في تحيتة وحيس والخوخة. وأيضا وهذا هو وميض من الأمل عقب 8 سنوات عجاف من الحرب. شكرا جزيلا لكم، ويسعدني أن أكون معكم وبينكم. في سياق متصل، كشف مدير أمن محافظة الحديدة العميد نجيب ورق طبيعة الاجتماع الذي عقدته البعثة الأممية إلى الحديدة في مديرية الخوخة، والذي يعد أول اجتماع للبعثة في المديرية. وقال ورق في تصريح خاص للجمهورية إن الاجتماع الذي شارك فيه ركز على مجموعة من البنود، في مقدمتها التأكيد على أهمية فتح الممر الإنساني حيس الجراحي من أجل تنقل المواطنين في الحديدة. وأشار إلى أنه في حال تم فتح الممر من جهة الميليشيا، كونه بات مفتوحا من قبل جانب القوات المشتركة، فستكون خطوة إيجابية، مستبعدا في ذات الوقت امتثال الميليشيا لهذا الاستحقاق الإنساني كونها لا تلقي بالا للسلام. المتحدة أرمها أول جلساتها في مديرية الخوخة المقر المؤقت لمحافظة الحديدة بوجود الفريق الحكومي، كانت المناقشة واسعة جدا، وتم التركيز على أهم البنود التالية: فتح الممر الإنساني من أجل تنقل المواطنين في محافظة الحديدة، وهذا مطلب رئيسي ومطلب من جميع المواطنين والمشايخ والعيان، وقد تم بذل جهود كبيرة جدا من الأخ نائب رئيس المجلس الرئاسي، قائد المقاومة الوطنية، رئيس المكتب السياسي، التوجيه والمتابعة للفريق الحكومي، وكذلك إقامة وقفة احتجاجية، كلها من أجل فتح ممر إنساني. بقية الأمور كانت هناك كذلك جلسة مغلقة للتحدث عنها. نحن ملتزمين بالسلام، نمد أيدينا للسلام، ونحن الدولة والشرعية، بينما الميليشيات الحوثية التي انقلبت على الدولة هي لا تلقي أي اهتمام بالنسبة للسلام. حقيقة عدة مرات ونحن نمد أيدينا للسلام، بينما الميليشيات الحوثية ترفض. فتح الممر الإنساني سيكون خطوة إيجابية إذا امتثلت الميليشيات الحوثية، وأظن أنها لن تستجيب لذلك للتقدم في المسار الحقيقي لبعثة الأمم المتحدة. بعد هذا لا يوجد لدينا حل إلا أفواه البنادق. شكرا.